لا لا انت بلش يعني عادي فكر. ايه احنا لايف، خليني بس اتاكد. بسم الله. يس، مرحبا واهلا وسهلا فيكم جميعا في حلقه جديده زي ما عودناكم كل ليله الساعه 8 المساء. حنكون اليوم مع زي ما طلبتوا منا مره ثانيه مقهى الجالي لايف. هذه الحلقة شكلها حتتكرر كثير لأنه كثير في ناس حبوها، وخاصة لما يكون معك ناس شاعريين وناس عندهم حس فني وناس عندهم ذوق. فاليوم أكيد أكيد جمعنا لكم كل هاي الشغلات في مكان واحد، في مقهى واحد. معنا اليوم أحلى أوركسترا موجودة في البلد، طبعا أرابيست اوركسترا. ايوه، اعطيني. راح يكون اليوم طبعا جزء بسيط من ابناء هاي الاوركسترا او من عشاقها او من اعضائها، طبعا كلهم على العين والبركه. وانا شفت ما شاء الله عليه، عندهم صفحه على الفيسبوك رائعه، وعلى لهم صفحة ويب سايت لهم. حتكون معنا الأخت نانسي بالتاجي والأخت حلا عياد بالغناء، وسام بطرس كيبورد. أوكي، وطبعا ملك العود رضوان الطالب اللي طربنا المرة الماضية، وإن شاء الله اليوم حيطربنا مرة تانية. أهلا وسهلا فيك جميعا. أنا المفروض يكون معي الأخ زياد بس لسه بستنى يطلع لايف معانا. أهلا وسهلا فيكم ونتشرف فيكم. المرة الماضية بلقائنا البسيط كان يعني تعرفنا على الأخ رضوان، حكى لنا كثير عن المقامات، ولا إشي تذكرنا منها صراحة. أبداً. يعني كد في إيش الكلمة كانت، حبر حبر. أيوه، فأخ وسام بدي تعرفني على حالك سريعا، امتى جيت على كندا، شو بتشتغل، اللي بتحب تحكي عن حالك. مساء الخير، أنا وسام بطرس من سوريا. جيت على كندا بال2010، عشت بدبي من 1998. أنا مهندس إلكترون، صرت بي إم عن جديد بكندا. بشتغل بمجال اللارج فورمات برينتر، وكان حلمي يكون بس ميوزيشن بس ما زبطت الحقيقة. أهلا وسهلا فيك. أهلا. هلا. حلا عياد، صلي بكندا من 2005، أصلي من فلسطين، وبشتغل بمجال تسويق ديجيتال ماركتينج أونلاين يعني. أهلا وسهلا فيك رضوان. مرة ثانية عرف الجمهور فيك. أنا اسمي رضوان، جيت على كندا بال2012. مهنتي طبعا حاليا صيدلي، بشتغل بشركة أدوية. طبعا حاليا بالبيت أخذ طبعا مثل ما بيقولوا AI optional. هو طبعا الأصلي من سوريا وساكن من مساقة بكذا. أهلا وسهلا فيك. نانسي بالتاج. مرحبا، اسمي نانسي، جيت على كندا بال2005 من بيروت، وبشتغل بالديجيتال ادفرتايزنج. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أعتقد فقدنا حلا لكن حننتظرها. طيب اليوم بدنا نسمع شغلات حلوة أكيد، وفي هاي بدو الناس إن شاء الله عليهم يرحبوا فيكم، أهلا وسهلا فيهم. شو بتحبوا تسمعونا أول شيء؟ اللي بيحبوه الجمهور من سمعكم اياه. أنا صراحة اليوم طلبت شغلة، يعني عشقي ووطني وبلادي، وأعتقد كل واحد عنده هاي الأمنية إنه يسمع هاي الأغنية كل يوم، فموطني يعني بدنا نبدأ فيها، على الله إنه نتذكر بلدنا. إن شاء الله، الله يجمع كل واحد اللي بيحبه. طبعا الموطني أكيد بتأثر بكل إنسان ترك وطنه، أكيد هو يعني هوم أواي فروم هوم، بس ستيل يعني هوم سويت هوم. شو رأيكم ناخذها على يعني نغنيها كلياتنا مع بعض، حتى اللي عم بيتابعنا ناخذها على
أخو وسام. طبعا قبل ما تبدو بس بدي أحكي شغلة بس سوري تفضل. لجمهورنا العزيز، طبعا إنك تجيب فرقة موسيقية وتحطهم عن طريق الشاشة والهذا أكيد أكيد ما حنعطيهم حقهم، فبس عشان تعذرونا هاي التكنولوجي لسه طبعا مش متطورة لدرجة إنهم هم يسمعوا بعض صح، ومش عم بسمعوا نفسهم كمان، فإذا صار في شوية بعد عن الموضوع اعذرونا أجين، إحنا أول مرة بنجرب بهذا الكم، خمس مغني خمس أو أربع فنانين أنا مش معهم طبعا يكونوا مع بعض لايف، فأهلا وسهلا فيكم وتحياتي للجميع، تفضلوا. الجمال والثناء والماء في رباك في رباك والهناء والرجاء في هوى في هوى سلاما غالبا مكرما هل أرى في هدى تبوه في موطني في موطني صراحة صوت رائع وجميل جدا جدا جدا، بالرغم من صعوبة التواصل الموسيقي أنا مقدر شعوركم والجمهور برضو مقدر، بس اليوم حضوركم معنا مهم جدا جدا وبنتشرف فيه، طبعا نتشرف فيه دكتور جمال. احنا يعذرونا يعني اللي عم يتابعونا السينكرونايزيشن وال يعني الديليد اللي عم يصير ما بين الغناء والعزف، يعني هو برا قدرتنا، عم نحاول قدر الامكان انه نسمع بعض. شوف في زميلنا وصديقنا العازف ناصر الزباني بحكي لكم احسنتم، فاذا اخذتوا هذه الشهاده منه فانا بقول لكم ابدعتم، يعني هذا شرف لنا. شكرا شكرا. هذا ناصر يعني يعشق العود، يعني بنام مع العود، بحب العود، يعني شخص ان شاء الله بيكون معنا في حلقات قادمه ان شاء الله، صراحه عظمه عظمه. طب شو بدكم تسمعونا كمان؟ الجمهور طبعا محضر لكم اكيد اغاني كتير، يلا فوق النخل، يلا يلا. Thank you.
طبعا يعني الكل شكله مندمج معكم وبقول لكم مجهود رائع رضوان، ولا يهمكم اللي عملتوه رائع، يكفي انكم تحديتم هذه الظروف وخرجتم بهذا الجمال. نانسي صوتك من ذهب، سمعانا يا نانسي؟ شكرا. صوتك من ذهب. شكرا. لسه ما سمعتوش حلا انتوا لسه، عشان هيك مش عم تحكوا الحلا. طيب تسلمولي تسلمولي، وضع يعني ممتاز جدا، رائع جميل، الأصوات متناسقة والجميع مندمج. يعني في أخ رضوان، حكيت لنا المرة الماضية عن شوية عن الـ 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 الأنغام الموسيقية والمقامات، لخص لنا بسرعة هيك مرة تانية عشان اللي ما حضرنا الحلقة الماضية. المقامات هن 8 مقامات، اي اغنيه في العالم كلياتها يعني يا اما على هدول 8 مقامات 8 اللي هن صنعه بسحرك. طبعا هن اختصار للصبا، مقام حزين، النهوند هو التامل كموسيقى غربيه، مقام التامل بالموسيقى الغربيه، وفي يعني لايت سادنس. العين عجم، العجم او بسموه الميجر كمان، عباره عن ويسترن سكيل، مقام غربي لكن بينقال بالمقام العربي. طبعا بيجي عندك البيات اللي هو مقام الفلكلور والتراث والمقام الحنون. بعدين بيجي عندنا السين هو السيكا، السيكا هو مقام مكتشف في ارض العراق، ويعني بيعني هو بهو البيت. مقام سيكا، كلمه سيكا يعني بالفارسي تعني الدرجه الثالثه، هو المقام طبعا من المقامات العربيه.
أنا بعتبره هذا أبو المقامات. في ناس لا بيقولوا لك لا مو أبو المقامات هو الرصد اللي رح نجي عليه بعدين. إذا صار عنا صبا، نهاوند، عجم، بيات، سيكا، والحجاز هو مكتشف بمنطقة الحجاز إيريا، منطقة الخليج. مقام طبعا ريتشوال ديني وحنون كمان، فيه نوع من الـ يعني العاطفة. بيجي عندك كمان مقام الرصد. الرصد معناته الاستقامة، الستريت فورواردنس. طبعا هو أبو المقامات بيقولوا حاليا، اللي من خلاله بيشتقوا كل المقامات. وفي عندك هو المقام حقيقة يعني واقع بين اسفائين، لا هو الموسيقى العربية معترف عليه كمقام، ولا الموسيقى الغربية معترف عليه كمقام. ايش هو الأخير؟ مقام الكرد. كرد، اوكي. كرد. ليش في مشكلة بين حقيقة هو يعني المقام الكرد يعني ضايع ما بين الموسيقى العربية. الموسيقى العربية بميزة شيء بيسموه الربع تون. الربع تون اللي هو موجود بالموسيقى الغربية. بالموسيقى الغربية في يا تون كامل أو هاف تون. الموسيقى العربية في ربع تون. فالعرب بيقول لك هذا المقام ما فيه ربع تون، ما بدنا إياه. أوكي. الموسيقى الغربية بيقول لك هذا المقام عنا فقط، في عنا الميجر والماينر، هذا يعني المقام العجم والنهوان، هذا المقام وين نحطه كمان محترفين عليه. ف يعني نحن مؤتمر الموسيقى العربية بعام 1939 اعترفوا عليه كمقام، بس يعني مثل ما بقولوا يعني لطيب خاطره، عرفت؟ طيب. هذا المقام هو هلا المقام الأكثر شيوعا بموسيقانا، كل الشباب بيحبوه. ما في أغنية بتفوت لقلبك إلا بتسمح على مقام الكرد. مثلا أنت عمري يعني بتسمع مثلا معقول الغرام، مثلا بغنت اليوم جربناها نحن ونانسي. شو رأيك نغني معقول الغرام؟ يلا تفضل. هذا كرد. يلا. معقول الغرام ما يخليني نام، يسرق لي من حالي، ينسيني الأيام. معقول الغرام ما يخليني نام، يسرق لي من حالي، ينسيني الأيام. ما بعرف شو صاير، حس بقلبي طاير. ما بعرف شو صاير، حس بقلبي طاير. وعيوني غراني ضيع بالكلام. ما بعرف شو صاير، حس بقلبي طاير. ما بعرف شو صاير، حس بقلبي طاير. وعيوني سهراني ضيع بالكلام. الله، نسيتين الأيام يا نانسي. نانسي يعني الله يعطيك العافية. الكل بيحكي يا سلام. طلعي رانيا بتقول لك يا سلام، ما أحلى هالصوت. صوت عن جد مخملي، شيء حلو. لا هون بقول لك صوت ألماسي أحلى من المخملي كمان، أغلى. طيب وسام، بدي تحكي لي قديش لك تعزف على هاي الآلة؟ أنا بصف الخامس ابتدائي طلعت الأول على سوريا بالمدارس، بس on و off و on و off و off و off و off و on. بقت هلا بالاون يا رفيقي. طيب ايه تفضل. بال 2000 يعني بال 1000 طبعا دراسه، وات واز نوت ايزي للميدل كلاس فاميلي بسوريا ان يكون عندك اورج. كانت حلم طبعا. كان منا اورج لحيالله، اورج لحيالله، اورج. بقت
بال 2014 هون وقت اللي استقرينا بكندا، يعني بعد 4 سنين وكل العائلة عم تدرس وصغير خلص بلشنا بطور الأون وإسا ما طفينا الضوء. ممتاز. قديش لك تعزف مع مع الأوركسترا هاي؟ مع الأرابيس تقريبا 2 سنين حقيقة، يعني ما بعرف إذا شهادتي مجروحة ولا لا، يعني الشغل مع أرابيس هو مش بس شغل موسيقى، شغل صحبي حلو حقيقة. الموسيقى حلو. والبزنس الموسيقى وكذا شيء، وتكون عندك فرقة وصحبي بهالطريقة، يعني مستر رضوان حقيقة يعني صحبة الكل. طب خلينا نكون واقعيين، شو بعاني هذا البزنس في كندا بشكل عام، يعني في المغرب في المهجر، شو المعاناة؟ يعني وقت اللي قلت لك انه انا بتمنى كنت تكون موسيقي، انا قصدي كون موسيقي يعني البروفيشن تبعي موسيقى بس، لانه حتى وقت اللي كنا بسوريا كان في معهد الموسيقى، بعدين صار في المعهد العالي للموسيقى اللي هو على مستوى كتير حلو. حتى هون بيقول لك انه الموسيقى كبزنس موضوع مختلف تماما عن موضوع تكون هوايه رح تطلع فيها برا البيت. الموضوع وقت اللي بيكون عندك شغلك، موضوع الموسيقى للاسف يعني كثير قليل في ناس بتاخده بطريقه جديه، كثير صعب انك تجمع فرقه تتدرب، كثير صعب. بعدين في موضوع ثاني ما كثير بدي فوت فيه، موضوع الأزواق المختلفة والأسواق المختلفة وطريقة الماركتينج بيرفورمانس المختلفة. من عندك مسارح، عندك مطاعم بالليل، عندك مش كلهم مثل بعض أبدا، يعني في ناس لهي أكيد يعني أكيد. أخ رضوان في سؤالين إلك مباشرين. أول واحد، ممكن الأخ رضوان يعزف لنا سولو شوية مقام خنبات؟ تعرفوا هذا المقام خنبات؟ مقام الخنبات طبعا في المقام بالعراق بيسموه نغمة ما بيسموه مقام. المقام بالموسيقى العراقية طبعا بيركزوا على موضوع بسموه نغمه، عندنا بنسميه مقام احنا. بس طبعا الاسامي هلا مثلا مقام البياع، عرفت علي كيف؟ هو نفسه مقام الخنبات بالعراق. بس مثلا سمعوا يا للاخ. هذا مثلا مقام الخنبات، نحن بنسميه بيات مع اظهار درجه النهاوند على الدو. يا عيني بالعراق الخنبات. طبعا في تقسيمات موسيقيه بيستخدموها الاخوه العراقيين، مقام مثلا الأورفا والدشت والخنبات والمحمداوي، كلها هي عباره عن مقامات حقيقه هي نفس المقامات اللي نحن نستخدمها، لكن بيستخدموا هن قالب معين بالعزف فيه. طيب حلا، الفرقة كم واحد؟ كتار نحن، يعني هلأ كل يعني كل كونسرت بيكون في ناس مختلفة معنا مثلا، بس يعني في ممبرز دائما موجودين. طبعا رضوان يعني هو المؤسس أكيد موجود. أنا صار لي بالفرقة سنة، يعني هاي السنة الثانية، نانسي هاي السنة الأولى، فادي صار له كذا سنة بس مش موجود معنا اليوم. في كتار، يعني في مثلا أنور كمان مش موجود على بيعزف على الفايلن. رضوان بيقدر يحكي أكتر عن الموضوع، بس نحن كتار يعني أتليست نيجي 8 أو 10 أشخاص أعتقد. طب شو بدك تسمعينا اليوم يا هلا؟ نسمعكم كذا غنية، نبلش ببنت الشلبية. تفضلي.
بنت السلبية عيونها لبية حبك من قلبي يا قلبي وانت عيني يا حبك من قلبي يا قلبي انت عيني يا حد القناطر حبوبي ناطر كثر الخواطر يا ولدي ما هان عليا كثر الخواطر يا ولدي ما هان عليا بطل تلوح والقلب مجروح ايام عالبال بتعن وتروح ايام عالبال بتعن وتروح احتر لواني حبي حكاني سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا سمعني غناني يا عيوني وتغزل فيا بقول لك وضحها بيحضرنا تاني شوفي وضح الحسين يعني اللي مشغول طول عمره عم بيحضرك اليوم اهلا وسهلا بالجميع يا طيب في سؤال كان دقت ستي على اي وين هي دقت ستي على اي مقام مقام حزين بالسوريا كانوا يستخدموا رقصه ستي او دقت ستي كانوا يرقصوا عليها بالافراح يعني لما كان في يكون جمعة نسوان يرقصوا عليها كجمعة نسوان طبعا هي رقصة فرحية هي بس هي مقام حزين يعني نسمعكم جزء منها تفضل في سؤال من الأخت عبير لبابنة بتقول لك يعطيك العافية سهرة جميلة طبعا للكل يعطيكم العافية يعطيكم هي كاتبة يعطيكم صراحة أنا اللي قرأت سهرة جميلة هل في إمكانية إعطاء دروس لعزف العود مهتمة جدا أنا حاليا عندي ويب سايت اسمه learnoudonline.ca أوكي طبعا ممكن تشوف في recorded lessons learn oud learnoudonline.ca اوكي اونلاين حكتبه للجمهور كله كلمه واحده learn o u d oud اوكي learnoudonline.ca طبعا في كل يعني من مرحله صفر لمرحله متقدمه تعليم آلة العود ممتاز ممتاز فممكن يروحوا على هذا الموقع و يتواصلوا معك او اذا الاستاذ عبير بده يتواصل معلومات اي شيء هي موجود عليه
بيرفكت. وضاح برجع بقول لكم hopefully we will see you at the festival. فالفستيفال الفلسطيني اكيد. اهلا وسهلا فيكم صوت دافئ. طيب بدنا نسمع اغنيه كمان هيك حلوه، في اغاني طلبت من الجمهور. خلينا نحكي قدك المياس. انا عارف من الاغاني الصعبه لكنها الكل يعشقها. ناخذ عدو وسام. عدو ما بس مجموعه. ايه جمال نحن مش سامعينك. مو سمعانينا. ايه وانا رح اوصل الباور على التابلت مشان ما يفصل دقيقه بس. مش سامعينك. مو سامعانينا. طيب انا رجعت لكم، تكونوا سامعيني هلا؟ ايه طيب ممتاز. بقول لكم الاخ محمد يا اخي فرقه احييكم، واسمكم حقيقه يفوح عبقا شاميا عربيست. يا عيني. طيب اعتقد انه كان عندي مشكله، عفوا بتصير مشاكل، وي ار نوت بروفيشنال. لازم تكتشفوا موهبتي بالغناء، في عندكم هاي بدت تيجي عليكم عروض. يلا تفضل دكتور سمعنا. نانسي شو بدك تسمعينا؟ بقولكم راحة الأرواح لو جزء بسيط منها. راحة الأرواح؟ راحة الأرواح تعزف لهم؟ طيب رح نعزف مقطع عزفناه طبعاً، غنوا نانسي وحلا في جزء منه يعني اللي هو من دارة الأيام. يلا
نانسي الله، يعني الجمهور بده يدخل معنا على لايف هلا. الله يعطيك الواحد دكتور جمال فعلا، يعني فعلا تحس يعني في يعني a piece of soul فعلا. يا عيني علي، يا عيني، هذا نسيم نسيم نسيم، الله يعطيه العافيه. لا يا حبيبنا، اهلا وسهلا فيكم، ما شاء الله عليكم، اصوات رائعه جدا جدا جدا. حلا، احكي لنا عن تجربتك في الغناء، من امتى بدت؟ مش زمان صار لي صراحة، كنت بستحي، فكنت بغني لحالي يعني، أو لعائلتي، أو يعني لأصحابي مثلا. بعدين في يعني صديق شجعني إنه أفوت بفرقة هو فيها، بلشت بكواير ب 2016، مش زمان يعني. بعدين شوي شوي لما حسيت إنه يعني زاد الكونفيدنس عندي إنه أوقف على المسرح وأغني، صرت أخذ سولوز. بعدين رضوان قال لي إنه يعني أكون معهم بأرابيسك، وكان هو أول مرة بغني يعني غنية من أولها لآخرها على المسرح لحالي يعني بدون كوير. ف يعني يمكن 4 سنين عشان أجاوبك. طيب هلا إذا أنا بدي أبدأ أغني، سهل أتعلم الغناء ولا لازم يكون عندي الخامة؟ I don't think إنه الغنى يعني شيء الواحد بيتعلمه. طبعاً إذا بدك تكون professional حلو تروح على معهد موسيقي أكيد وتفهم الموسيقى يعني مقامات والنوت وهيك، بس الغنى أنا بالنسبة لي أي حدا بيقدر يغني يعني، يعني مش ضرورة إنه أي حدا بيغني يعني أي حدا يكون على stage بيغني، بس يعني هو شيء المفروض أي حدا يعني بحبه يعمله، لأنه عن جد هو بيعطي طاقة إيجابية لإلك للناس اللي حواليك. فمش لازم يعني تكون صوتك كتير يعني خارج إنه توقف على مسرح، بس أي حدا بيقدر يغني. الخامة مهمة طبعا، وهذا الإشي أعتقد إنه بيجذب الناس يعني، عندك الخامة وكمان الإحساس، يعني هدول التنتين إذا اجتمعوا بصوت ساعتها أنت بتقدر تقول عن حالك إنك مغني أو performer يعني. أكيد أكيد. وضاح بقول لك مبروك يور ماريج. إحنا بنقول لك ألف ألف مبروك. قولي له لو وضاح بدنا هدية هيك على الناشف. عن جد على ناشف. إن شاء الله تتهنوا وتكون دائما أيامكم حلوة وأيام سعيدة يا رب. Thank you. وأنت كمان. Thank you وضاح. طيب، في كان عندنا أغنية انطلبت، يعني هم انطلبوا عدة، نسم علينا الهوى، يعني أكثر من واحد كتبها وبده يسمعها، شو رأيكم؟ طيب يلا نأخذها من علماء ونسمع.
يلا يا حلا. نسم علينا الهوى من نفر الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. نسم علينا الهوى من نفر الوادي، يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي. يا هوى يا هوى يلي طايب بالهوى في منصورة أو صورة خدني لعن دنياها. يا هوى يا هوى يلي طايب بالهوى في منصورة أو صورة خدني لعن دنياها. ازعل يا قلبي اكبر بها الغربي، وما تعرفني بلادي خدني. خدني خدني على بلادي. شو بينا يا حبيبي، شو بينا من شوف النبضل عنا وافترقنا. شو بينا يا حبيبي، شو بينا كنتو كنا ضلوا عنا وافترقنا. شو بينا بعد الشمس بتبكي عالباب وما تحكي، ويحكي هوى بلادي خدني. خدني على بلادي. هلا أخذتينا عبلادنا ورجعتينا من بلادنا ورجعتي أخذتينا، يا عيني عليكي. يعني تعرف شو بيحكوا لك في الكومنت؟ صوتك إيقاع. يعني رجعتي الكل. وطبعا مشكور أخونا وسام على الكيبورد. أنتم مش عارفين شو كم يعني. رضوان سهل، ست قديش عندك؟ ستة. كم كبسة عندك يا وسام؟ 61. بتقولي لي زي بعض؟ لا مش زي بعض. طبعا مزحة. كل نوتة وكل يعني العود لا يعلو عليه شيء. احنا عارفين العود هو أبو الآلات، وحتى الفرنجية يعني أنا بتوقع أنه الجيتار يعني صدر من العود، لأنه هو العود أنا أتوقع الأب والأم للموسيقى. واللي بيسمع للعود وبيحب العود بيحب أي آلة موسيقية أكيد. الله يسلمك. طيب في عنا الأخ عدي حبيبي وصديقي، ما بقدر أقول له لا. بقولكوا فوق النخل، وعادها 4 مرات. وهذا زلمة من عجلون. بتعرفوا شو معنى عجلون؟ صح ما فيها نخل بس فيها أشجار وثمار، عجلون الخضرة وأهلها الطيبة. فلأهل عجلون تحية من جمال الحوار. تفضل. Thank you.
يا عيني يا عيني بلتونا بلوى اليوم انتو مش حنخلص منكم مش حنترككم اليوم لو انه نقعد 4-5 ساعات. الشباب ما شاء الله عليكم يعني رائع. نانسي بدي اسالك سؤال. اجازه هي باي ذا واي يعني بس هاي حجه. ممتاز ممتاز. نانسي بدي اسالك سؤال. تفضل. عشان تبدا تغني لازم تتعلمي هاي المقامات ولا مش شرط تعرفيها؟ يعني بيكون الموضوع ارتجالي على السماء. بقول لك للصراحة أنا ما تعلمت موسيقى وهي على السمع يعني من أنا وصغيرة ماما وتيتا وخالتي بس بغني معهم وبسمع النغمة وبسمع كيف بدي أقول لك يعني بلقط اللحن على السمع بس ولا مرة تعلمت موسيقى. طيب يعني على السمع كله مظبوط. يعني ممكن تسوي مني مغني في المستقبل هيك؟ ايه 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 لا طيب في سؤال كان طبعا يمكن الناس تحكي شوي الصوت ما هو واضح. احنا يعني حكينا في البداية انه اصعب اشي لما تحط موسيقيين ما يسمعوا نفسهم يعني هم بالستيج بيكون عندهم باك شو بتسموهم انتو سبيكر باك سبيكر عشان يسمعوا نفسهم فالموضوع صعب جدا فما بالك في بيكون لاج وفي واحد مش سامع واحد متأخر والإنترنت أنتوا عارفين إن شاء الله نوصل لمرحلة يصير عندنا الإنترنت أسرع ونقدر يعني نحسن هذه لكن حاليا بالموجود هذا اللي موجود إن شاء الله إن شاء الله يا رب. طيب في سؤال انطرح قبل شوية صراحة عودك رنان عودك رنان بدهم يسمعوها على العود. عودك رنان رنت عودك عيد كمان طلت عيد يا عيني سمعني العود علي علي عيد كمان عيد كمان طلت نغني عالحق شو أحلامي فاكي ضلت كل نغني لكي نغني عالحق شو أحلامي فاكي نغني بتقول
نغني بدون سمعنا عودك فنان غنيت عودك لي عيدك كمان ضلت عيد يا علي سمعني العود علي علي عيدك كمان عيدك كمان. الله الله الله. في سؤال لك من ميسم بتقول لك هذا العود الجديد صح؟ لا القديم هذا. هذا القديم. أوكي. طيب ميسم معناه هذا القديم هذا السؤال. طيب. مو عاجب الصوت معناته لأنه قالت لي عزيف على القديم. في الدكتور قيس، الدكتور قيس هو مؤلف عنده قصائد وعنده كان عندنا ضيف قبل عدة أيام هو والأستاذ عصام عادي بيحكي إنه عنده قصائد وبحب إنه يلحنها وخلينا نحكي مع بعض، أنا حوصلكم مع بعض إن شاء الله. نانسي في لك مسج خاص من وضاح بقول لك my deep respect to Nancy. Okay. Do you do live shows? If you would like to be, it would be our pleasure to have you at the festival, the Palestinian festival. Thank you. Actually, the first show, ولا بحكي بالعربي وشو؟ هو أول show عملته هون مع Arabic Orchestra مثل ما حلا قالت هيدا أول سنة لإلي وغنيت مع حلا وفادي. عملنا مثل a full show from beginning to end. إن شاء الله we will do more بس أخلص أزمة الفيروس. إن شاء الله إن شاء الله بتخلص وبنرجع زي ما بيحكوا سالمين غانمين لقواعدنا إن شاء الله. إن شاء الله. طبعاً بتشرف فيك وأنا بدي أسمع لحن دبكة، يعني هذه أنا سبيشال دبكة من الكيبورد. في عندك إشي دبكة هيك؟ يلا لعيونك. يلا يلا تسلم عيونك. زمر ودبكة وشغل. أيوة أيوة هذا المزمار أيوة. يا عيني يا عيني. تعرف وسيم انت مش مصدق بس انا بقول لك في ناس هلا قاعده بتدبك كانت مع الموسيقى هاي ومية هاي عصام بقول لك عم بدبك وماسك الدبكه وعلى الاول وميسم فيعني فعلا رجعتنا. بتعرفوا احنا الحاله النفسيه في الوقت هذا مش سهله فعم بنحاول احنا نغير وصراحه هذا البرنامج
لم ولن يكون جزء من حياتنا اليومية إلا بوجود أشخاص مبدعين مثلكم. فأشكركم من كل قلبي ومن جميع من كتب لكم، يعني الكل قاعد بشكر فيكم ومش قابل يترككم، يعني عم أغاني وراء أغاني في أغنية. شكر كبير لك يا أخ جمال، يعني الحقيقة يا دكتور فعلا يعني طبيب القلوب أنت فعلا، يعني حبيبنا حبيبنا الله يسعدك، وهذا بشرف إننا نكون معكم. في نانسي لك طلب خاص، تغني لنا نانسي نانسي مقطع من مستنياك لعزيزة جلال، حافظة الأغنية؟ أي أكيد. يلا. حبيبي مهما سافر ومهما بعيد ومهما غيب يا روحي عني قريب مني. مهما طال رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي بغربتك. مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي بغربتك. مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق، مستنياك تعبت عينك من الأشواق، مستنياك وانا دايبة يا عين للفراق. الله عليك الله عليكم، ما شاء الله ما شاء الله، يعني شيء رائع جدا. هلا في لك سبيشال ريكويست كمان من وضاح، بقول لك مدامته سمر بتطلب منك ما تفوتنيش انا وحدي. مش حظيتها. ما تفوتنيش انا وحدي، مش عارف ايش انا. مين حافظها؟ نانسي حافظاها؟ نص نص. طب يلا كلنا مع بعض. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حيرتي ما تخليش الدنيا تلعب فيا ودي، خلي شوية عليا وخلي شوية عليك، خلي شوية عليك، خلي شوية عليك، شوية عليا وشوية عليك. عمري وانا بيك ما بيك راح
الله يخليك عشان المركب تقدر تمشي وبيك وارجع تاني عشان المركب تقدر تمشي وبيك ما تفوتنيش انا وحدي افضل حياتي ما تخليش الدنيا تلعب بيا الله الله الله. يعني ما شاء الله عليكم كلكم جميعا. كارم محمود، الأخت سناء تسأل إلها ثلاث أربع مرات، في شيء حافظينه لكارم محمود؟ شو يا حلا؟ عنابي. حلا ضربنا عصفورين بحجر. رصد الهوى خلينا ناخذها. راح اعطيكي البدايه يا حلا وانت تابعي شو رايك؟ اعمل عقد ما انا حافظه صراحه. تفضلي تفضلي. برضه هاي مش كثير. انا بساعدك تخافيش. يا عنابي يا خدود الحلوه احبابي يا احبابي عنابي يا خدود الحلوة أحبابي يا أحبابي يربي كل حلوة يسني النار اللي بتدوبني يربي كل حلوة يسني النار اللي بتدوبني قصد الحلوة ميل العيون على خده شاهد جداين ورده ميل العيون على خده بتشاهد جداين ورده نسايم عادي بعده لو فات الحين بتقول لي في أحباب فتحين لي المحبة الباب بتقول لي في أحباب فتحين لي المحبة الباب نسوك الهوى الغلاب وانا فاتي ويسبني بالنار اللي بتدوبني ترضي كل حلوة يسبني بالنار اللي بتدوبني ايه قصد الحلوة ايه قصد الحلوة الله قصده الحليوة يغازلك يا حلا.
طيب احنا غنينا يمكن من الشرق بس ما غنينا من المغرب العربي، شو بنقدر نغني أغنية جارية حمودة إشي هيك؟ المغرب العربي يعني إله 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 عشق كمان. الجارية حمودة بعتقد هي نفس المقام اللي كنا عم نشتغل عليه من شوية، النابي الرصة اللي كنا عم نشتغل عليه. أوكي. حمودة حمودة يا جريدة علي يما، يا جريدة علي يما سيت حمودة الحمودة أنا لو محرم علي يما، وأنا لو محرم علي يما حمودة يا زاري يا زاري انت اللي مشعل ناري يا يما، انت اللي مشعل ناري يا يما انت بداري بداري مثل الشمع ضوي علي يما، مثل الشمع ضوي علي يما جريا حمود جريا علي يما جريا دبر علي يما علي يا علي يا صراحة يعني الأغاني القديمة إلها رونق إلها ذكريات، ما بعرف الأغاني الجديدة هالأيام فيها مشكلة الكلمات يعني حدث ولا حرج، الموسيقى بتشعرها مونوتونيك يعني طون واحد هيك، ما بتشعر فيها عمق، ما بتشعر فيها انك تتذكرها، يعني يمكن اوكي تغنيها مرة تنتين عشرة خلال شهر شهرين بعدين بتنساها. شو رأيكم؟ مين بحب يعلق على هذا الموضوع؟ انا بدك وجهة نظري، انا معك 100%. الاغاني الحديثة هي اغاني ايقاعية عبارة عن جملة موسيقية تتكرر بكذا كوبليه، يعني بتحس انه ممكن تتلحن يعني بعتقد مع الملحن خلال 5 دقائق او 10 دقائق. اما الاغاني القديمه بتاخذ سنين، ويعني التلحين نوعين، في تلحين اكاديمي اللي هو حاليا هلا عم بيشتغلوا عليه، يعني هي عباره عمليه فك وتركيب للجمل الموسيقيه بحيث انه تطلع لحن بس ما فيه اي ابداع، لكن اللحن القديم هو لحن الهامي، عرفت كيف؟ يعني الواحد بيقعد سنين لحتى تطلع معه يعني لحن، مثل مثلا الاطلال، الاطلال لأم كلثوم او الف ليله وليله اخذت 5 سنين. يعني ما تتخيل قديش لحتى انعمل هاللحن هذا اخذ سنين طويله، بينما الحان اليوم خلال 5 دقائق او 10 دقائق او بالكثير يوم بتلاقي لك واحد طلع لحن. حتى سمعت صاروا هلا الكترونيك يطلعوا الحان يسووها الكترونيه، هل مزبوط هذا الحكي؟ صح. هلا هذا بسموه التلحين الاكاديمي كلياته صار، حتى على فكره معصفي في فرق موسيقيه لايف كليات عباره عن تراكات عم بيطبقوها للالات الموسيقيه وبيعملوا منها الاغنيه، يعني كلفه بالنسبه للمخرج وبالنسبه يعني كانتاج البوم اقل كلفه له، انه كليات بيعتمد على موسيقى كليات عباره عن تراكات بيعملوا سينك بين بعضها وبيعملوا الاغنيه. عشان هيك بدينا نشعر انه تقريبا الموسيقى تقريبا واحدة، يعني ما في فرق بين الموسيقى، يعني ما بتشعر انه
في ديفرنس. المال العنصر البشري عم بيبعد على فكرة من خلال الديجيتال وال يعني تسجيل هالآلات الموسيقية كلياتها ريكوردد وعم بيعطوا اللحن اللي بدك إياه. أي هذا عم بيبعد بصراحة الجانب الروحي البشري. احنا عارف اخذنا من وقتكم كتير ويعني اليوم غلبناكم، بس في اغنيتين مطلوبات ان شاء الله يكونوا اخر اغنيتين. من الشباك لرمي لك حالي. لا من غير شر. لا ما هو هلا مع الحجز اكيد في واحد راح يرمي حاله بالزوجة والزوجة. مين حيغني، نانسي ولا هلا؟ مين حافظه؟ نانسي حفظها؟ نجرب. يلا رميلك يعطيك اللي هو أبيض من الشباك نرميلك حالي ومن الشباك نرميلك حالي يا عيني من كثر شوقي عليك ما بلا واللي بنار الغدر سيدي من قصر شوق عليك ما بنا لما رأيت ملك فؤادي لما رأيت ملك فؤادي حاز الجبل يا عيني يا عيني. طبعا بتقول لي مين بيرمي حاله، يمكن 6-7 صاروا زتين حالهم من الشباك هلا. يعني انتوا خليتوا الناس الليله ترجع بذكرياتها الجميله للاصل، للماضي الجميل، للاغاني الرائعه، للموسيقى اللي فعلا تحرك الروح. يعني اناملكم واصواتكم وحناجركم تقدر بالذهب الصافي يا جماعه، الذهب بسألك وضاح أستاذ رضوان، من أي مدرسة موسيقية رضوان؟ أنا من المدرسة بصراحة يعني أكثر شيء فريد الأطرش. أوكي. هي المدرسة بصراحة اللي المصرية حقيقة، لكن عشقي للصوت العود الشامي. ما شاء الله ما شاء الله. صوت العود الشامي والطريقة المصرية. يعطيكم العافية. بدنا يعني نودع الجميع للأسف بنحكي الآن إحنا في وضع ليس أو لا نحسد عليه، وضع يعني صعب، وضع في كل العالم، ويمكن إحنا وضعنا شوية أحسن من غيرنا، عندنا أكل الحمد لله وعندنا شرب، بس في ناس عندهم الآن حروب، وخاصة في بعض الدول العربية باليمن وبسوريا وبليبيا وبالعراق عندهم مشاكل وفلسطين. فبدنا نعطيهم أغنية ترفع معنوياتهم، أغنية تقول لهم حلوة يا بلدي. إيش ما بيصير فيك يا بلدي، أنت حلوة يا بلدي، تقدروا تغنوا لنا إياها؟ هي أكيد. خلاص نانسي. Thank you.
كلمة حلوة وكلمتي حلوة يا بلدي، كلمة حلوة وكلمتي حلوة يا بلدي، حلوة يا بلدي عالية شوي. طيب أقولك إياها؟ إيه بليز. حلوة يا بلدي غنوة حلوة وغنوتي، حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول. أول حب يا بلدي ممكن أنسى يا بلدي من أيام زمان قبل الوداع، اليوم لانكم امتعتونا في رشوه جاياني في وحده طبخالي ملوخيه، بتقول لي الملوخيه ازردي سمر، تسلم ايديكي، بتعرف اني بحب الملوخيه كثير. ابدعتم ابدعتم ابدعتم، يعني ما بعرف شو بدي احكي لكم، مع كل الصعوبات اللي صارت يا جماعه، مع كل التقنيات اللي ما قدرنا نسويها لانه تواضع في البرامج اللي موجود الان على الانترنت، كان أعطونا من قلبهم، فشعرنا كنا شعرنا بما أعطونا إياه. إبداع إبداع، أصوات جميلة، أنامل ذهبية، حلا بشكرك كتير. إذا بتحبي أي كلمة تحكيها لجمهورك معك المايك. شكرا لكل حدا حضر وعلى كل حكيكم الحلو، ما قدرنا نرد على حدا بس كل حدا حكى كلمة حلوة، شكرا وعن جد استمتعنا الليلة. نانسي شكرا كتير، بسطنا كتير بهال الليلة الحلوة والبسيئة كمان، وإن شاء الله منرجع من عيدها. وسام thank you. حقيقة نحن ما ننطر بعد لنسمع بعض، يعني سوري على الديلي وسوري على الهيدي، بس we enjoyed it كمان حقيقة. thank you very much. رضوان شكرا دكتور جمال، شكرا لكل واحد سمعنا وشافنا، واعذرونا اذا كان في دلي، كان في فارق بين العزف والغناء،
هاي مشاكل يعني خارج عن إرادتنا. شكرا لكم وشكرا للأخ محمد كمان أكيد عم بيتابعنا هلأ. يعني نشكر كثير كمان أنت والدكتور جمال على يعني هالمبادرة الحلوة لأصدقائنا. طبعا أستاذ محمد تميمي كان مفروض يكون معنا اليوم بس صار في خربطة في المواعيد وصار عنده شغلة بعدين أستاذ زياد. المهم الأستاذ أو الشاعر الكبير عصام عدي كتب لكم قصيدة صغيرة أو مقطعين صغار. للعود يا رضوان بأيديك رنينو وعزفك وسام بيشرح القلب الحزين وصوتك حلا من ملائكة السماء ويا نانسي يا باعث الحب الدفين. نشكره كتير يعني كلمات رائعة ويعطيكم ألف عافية. مشكور كتير أخونا عصام. Very nice. حاب أذكركم في حلقة بكرة اللي راح تكون الساعة 8 إن شاء الله زي ما وعدناكم مع أطفال من مدينة ووترلو وما حواليها. فتابعونا غدا إن شاء الله راح يكون معنا لقاء ممتع مع أطفال راح يحكونا شو مشاعرهم خلال الحجر، شو مواهبهم، شو بيسووا وشو توقعاتهم. إذا عندهم أسئلة برضو عن موضوع الفيروس الجديد حنجاوبهم. برجع مرة تانية باسمكم جميعا وباسم صديقي الأستاذ محمد والأستاذ زياد بشكركم على أرابيست أوركسترا على ما قدموه، ونقول لكم جميعا تصبحون على وطن.